دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم أبرز وأهم الأحداث المقرر إن شاء الله حدوثها النهاردة في سياق هذا التقرير. أخبار كتير هتحصل النهاردة. وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة هتطلق النهاردة فعاليات مؤتمر الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء، وبتتضمن فعاليات المؤتمر توقيع عدة بروتوكولات تعاون، منها بروتوكول التعاون بين جهاز شؤون البيئة ومركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية، وبروتوكول التعاون بين جهاز شؤون البيئة ومكتب الالتزام البيئي بشأن دعم مرحلة جديدة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة لبروتوكول التعاون بين جهاز شؤون البيئة ومركز تحديث الصناعة لدعم مشروع الخلايا الشمسية بمدينة شرم الشيخ. النهاردة أيضاً هتعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، لجنة الميثاق، اللجنة الأم في منظومة حقوق الإنسان العربية، أعمال دورتها العادية 54 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبتنعقد أعمال الدورة برئاسة السفير طلال خالد المطيري من دولة الكويت ومشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك، وبتناقش الدورة مجابهة ما تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة من انتهاكات خطيرة وجسيمة وغير مسبوقة من قبل القوى القائمة بالاحتلال. يظل في مقدمة أولويات اللجنة أيضاً العدوان الغاشم على غزة واستمرار احتجاز جثامين الشهداء من قبل القوى القائمة بالاحتلال. كمان النهاردة والعشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار مؤجلات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري المصري. هيلتقي الأهلي مع سيراميكا في تمام الساعة 9 ليلاً، في نفس التوقيت هيلتقي الزمالك مع المقاولين العرب.